السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحبائي وأعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا ومرحبا بكم على قناتي، قناة الشيف محمود. النهاردة هنعمل معاكم وصفة جديدة من وصفات الشيف محمود، وهي الأرز بلبن. هنعمل معاكم أرز بلبن بطريقة سهلة وبسيطة، وإن شاء الله تعجبكم. فيها بس تكة بسيطة كده هتظبط معاكم التست والطعم. ويلا نبدأ الوصفة. وقبل ما نبدأ الوصفة، أتمنى من إخواتي وأعزائي وأحبائي اللي بيشوفوا الفيديو دلوقتي تعملوا اشتراك. اشتراكك في القناة بيدعمني وبيخليني إن أنا أقدر أكمل. يلا بينا نبدأ الوصفة مع بعض. أول حاجة نحط مية على النار. طبعا احنا هنعمل لتر حليب أو كيلو. كيلو الحليب احنا حطيناه يسخن على النار مع المية. المية طبعا دي هنسلق فيها الرز في الأول. حطينا معاها معلقتين سمنة كبار، وده اللي هيفرق في الطعم شوية، وده اللي هيدي تستعالي شوية. وطبعا حطينا الرز ونقلبه ونستنى عليه لما يغلي شوية، وبعد كده هنغطيه. رجعنا لكم تاني بعد ما اللبن الرز تشرب شوية من المية. هنغطيه وهنوطي عليه شوية النار ونسيبه لما يكمل سوا. وهنا معانا اللبن حاطينه على النار بيغلي، وهنا حاطين اللبن عشان يغلي على النار. ومجهزين لكوباية سكر، حوالي 100 جرام سكر ومية وعشرين جرام سكر. وهنا اللبن غلي معانا، نزلنا عليه بالسكر وهنقلب السكر مع الحليب او اللبن. طبعا احنا نزلنا عليه وهننزل معاه بالفانيليا. احنا حطينا السكر وقلبناه، بعد كده هنطفي النار وهنبدأ نبص على الرز. بدأ يتشرب المية بتاعته، نديله تقليبة كده خفيفة ونسيبه كمان دقيقتين تلاتة يشرب المية اللي فيه، وبعد كده هنكمل معاكم باقي الخطوات. دلوقتي هنسيبه نغطيه كمان، نسيبه قد 3 4 دقايق كده يشرب المية خالص. رجعنا لكم بعد ما عدى حوالي 3 دقايق. هنبص على الرز شرب المية زي ما انتم شايفين كده، وخلاص بقى حوالي يعني بقى 3 أرباع سوا كده. هنبدأ ننزل عليه باللبن، هننزل عليه باللبن زي ما انتم شايفين. اللبن محطوط عليه السكر بتاعه، محطوط عليه الفانيليا. هنديله تقليبة وهيخليه يكمل سوا مع الحليب مع اللبن. بس هنديله كده تقليبة عشان نقلب الرز مع اللبن كده في الحلة، وهنسيبه يكمل سوا. بعد ما الرز استوى نبدأ ننزل بيه معلقة نشا كبيرة مع ربع كوباية مية، وهنسيبها لمدة ونقلبها معاه ونسيبها لمدة 3 4 دقايق بس النشا يستوي. ورجعنا لكم تاني بعد ما النشا استوى، وده القوام اللي احنا عايزينه زي ما انتم شايفين كده. وهنبدأ نحطه في اطباق التقديم. طبعا انا هحطه في اطباق التقديم، انا مش هضيف له اي حاجة ولا جوز هند ولا زبيب. انتوا تضيفوا زي ما انتوا عايزين، سايب لكم هنا الحرية ان انتوا تعملوا اللي تحطوا اللي انتوا بتحبوه. يحط بقى مكسرات، يحط زبيب، يحط جوز هند، زي ما تحبوا. ودلوقتي احنا انتهينا من عمل الرز بلبن، وارجو من حبايبي اللي بيشوفوا الفيديو دلوقتي نشترك في القناة وفعل زر الجرس. ولو الفيديو عجبكم اعملوا له اعجاب،
وأتمنى من الله التوفيق للجميع. ولو في أي استفسار أو أي سؤال سيبولي في التعليقات، ودمتم في أمان الله، وأشوفكم على خير إن شاء الله، فيديوهات قادمة ووصفات قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.